إلى قطاع سكن الآن، حيث ستنطلق إذن اليوم الأحد عملية سحب الأوامر بالدفع للشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي صيغة سكن الترقوي العمومي الـ LPP، حيث ستقدم مواعيد التسليم بالتدريج في المدن الكبرى كالعاصمة الجزائر عكس المدن التي لا تعرف ضغطا كبيرا. التفاصيل مع إكرام طيباوي. بعد طول انتظار سيكون مكتتبو الـ LPP على موعدنا الأحد مع عملية سحب أوامر دفع الشطر الثاني لاقتناء سكنات الترقوية العمومية والمقدرة بقيمة 100 مليون سنتيم، وهي عملية ستتم تدريجيا في العاصمة والولايات الكبرى، بينما تتم دفعة واحدة في الولايات التي لا تعرف ضغطا كبيرا. اليوم ديجا عم بروغرامي وتمنا يعني 2000 مكتتب في العاصمة، 500 في البوليده، عندك تيبازا، يعني المدن الكبرى يروحوا باش يستخرجوا الامر بالدفع. وكل يوم كل يوم يعني على العاصمه خرجوا تانيك المواعيد، كاين 26 27 22 29. الولايات اللي ما فيهاش بزاف ضغط كبير ما حش يكون فيهم لي رونديف، راح يروحوا مباشره مثلا يقدروا من هذا الاحد 25 اكتوبر يروحوا لو ام بي اللي جبدوا منه الامر الدفع الاول تاع الشطر الاول، يروحوا يعطوا لهم الشطر الثاني. وبامكان مكتتبي الـ LPP الحصول على الرقم السري الخاص بعد تقديم وصل الدفع للشطر الثاني، وذلك للقيام باختيار مواقع السكن في الفاتح من ديسمبر المقبل. ياخذوا هذاك الروشو دو فيرسومون، يروحوا يرجعوه لو ام بي، هنايا لو ام بي تعطي لهم ان كود وان مود باس باش يدخلوا بهم ان شاء الله في اول ديسمبر في الموقع المخصص لاختيار السكنات. صلاحيه الاوامر بالدفع ستدوم لمده شهر من تاريخ التسليم، فهل سيتمكن المكتتبون خاصه المحتجين اخيرا على رفع قيمه الشطر الثاني من جمع ال 100 مليون سنتيم؟